رجعنا لكم من جديد مشاهدينا اوفياء، صباحكم مبروك. كي بقيتوا فايقين ناعسين ماشيين تحت المنطقة خارجين للزنقة، كيف داير الحال ديالكم؟ فرجعنا لكم كيف ما قلت مرة اخرى في هذا البث المباشر باش تشوفوا معكم او بعينكم، نشوفوا بعينكم الاجواء اللي كاينه حدا مسجد الحسن الثاني مع تهاطل ديال الامطار ديال الخير ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك، امطار الخير سبحان الله العظيم اللي كتسب الشتاء، كتسب الشتاء كتخلي الارض نقيه سبحان الله العظيم. هاد الاجواء ديال البحر اضافه للشتاء واحد الاجواء زوينه بزاف. انا واحد الله العظيم سبحان الله سبحان الله، لله في خلقه شؤون، الامر ديالو بين الكاف والنون، كن فيكون. العظيم يا الله كانت شويه كانت الاجواء صافيه، يعني ما كاين حتى شي حاجه كتحس بها، كاين داك الجو مغمم ولكن اجواء عاديه. ففي لحظه شوفوا معايا ما شاء الله، في لحظه فرمش التعاين ما شاء الله، الارض كلها سارده امطار الخير وباقا كتهاطل زخات مطريه قليله، ولكن الجو راه معمر. شو الجو كيدير؟ الجو ما شاء الله معمر مزيان، غادي تكون شي شبعه ديال الشتا ان شاء الله، تكون شي شبعه ديال الشتا. انا كتجذبني هاد الصوره ديال مسجد الحسن الثاني، قد ما اي زاويه شديتها كتعطيك واحد الصوره مغايره. شو قبيله فاش شدينا في المباشر الاخر، الا كانوا معايا الاخوان والاخوات اللي تبعوا معايا المباشر الاول، ملي شدينا دوك النخلات داك الجو، هاد النخلات اللي شفتو معايا الان كنا شدينا واحد الزاويه اخرى مع مسجد الحسن الثاني، عطاو واحد الصوره رائعه. فكما قلت من اي زاويه سبحان الله العظيم كتشد مسجد الحسن الثاني كيعطيك صوره مغايره. شوف مثلا دابا هنا، او شوف الصوره عطانا هنا كي دايره، او شو الحال معمر، شو سبحان الله، شو السماء، شو الصوره ما شاء الله. نتمنى نكون مبدع في الصور، اخرى ماشي واحد اللي واعر في هذا، ولكن كاين ناس اختصاصيين في هذا الشيء، ولكن كنتمنى ان نكون الصوره اللي كنرسمها كنحسب انها زوينه، كنحاول نسوقها لكم تشوفوها معنا. شوفوا بغيتكم تشوفوا اللون ديال السماء كيفاش داير في مسجد الحسن الثاني، شوفوا لي اللون ديال السماء، لاحظتوا كاين اختلاف. شوف هذا اللون هذا بوحدو، وشوف اللون هنا كيدير بوحدو سبحان الله العظيم. شوف هذا اش قلت لكم، الحال ما شاء الله معمر مزيان، وغتكون واحد الشبعه ديال الشتاء ان شاء الله. كمال سلفادور بن قنديل، الله يعطيك الصحة اخويا، توحشنا هاد البلاصة. مرحبا اخويا كمال، لا يحرمك منها اخويا، ونتمنى ان شاء الله تجي وتجي وتجي وتجي، وان شاء الله بطول عمرك ان شاء الله اخويا العزيز. هادشي علاش دابا حنا كنقول لكم هاد الصور، حيت هادشي كاين شي وحدين كيقول لك اشنو غنستافدوا من هادشي، الاستفادة هو بحال هاد الناس. لاحظ دابا هاد الكلمة اللي قال هاد السيد، حنا ما كنعرفوش بعضياتنا، ولكن الحمد لله جمعتنا هاد الصوره او هاد المباشر هذا
ها هو قال كلمه قال لك توحشنا هذيك البلاصه. ها علاش كنقولوا حنا بانه اي حاجه كنديروها راه ما كانتش كتفيد واحد الناس كتفيد ناس اخرين، حيت ما يمكنش انت راه خص ما يمكنش غتر ديك الاذواق كلها. لهذا فكيف ما كنقولوا حنا ملي كنديروا شي حاجه كنديروها حيت عارفين كاينين الناس مساكين اللي مشتاقين يشوفوا واحد البلاصه كتولي كيشوفها بعينك انت او من خلال قناه الشاب قناه شوف تي في كيفرح بزاف. وهذا هذا دليل خويا كمال، مرحبا خويا وكنتمنى نكون قدا لكم الصوره. غير كما قلت لكم راه رغم ذلك راني خايف على التليفون مع الشتا، حيت الشتا تبارك الله كتجهد والتليفون عندي بدا كيسرد، ما عندكش باش دير حيت لو بغيتي تخبي غتضرك الكاميرا. هذا هو المشكل اللي كاين، وانه ولكن كنتمنوا نقول لكم الصوره بعدا. هذا مشيو نتخباو، ماشي نتخباو على الشتا، غنتخباو التليفون على الشتا ماشي حنا. اما حنا الحمد لله امطار الخير فرحانين بها الحمد لله فرحانين. غير كما قلت لكم هاد الشتا راك عارفين ما عندكش شي تليفون مثلا اللي ضد الماء، انت ما عندكش شي تليفون ضد الماء مثلا اللي غتخدم به. هي الاجواء هي هادي، خويا كمال قال لك تقريبا شي 9 سنين ما جيت ليها، صافي بريسك 9 شي 9 سنين خويا، شي 9 سنين ما جيتيش ليها. الله يجيبك على خير خويا كمال، الله يرحم لك الوالدين يا ربي امين اخويا العزيز يا ربي امين. خالد مطالب صراحه مكان رائع كل عام كنزورو، اكيد خويا خالد والله العظيم الى مكان جميل جدا. شاهدوا معايا حتى انت شوف انت حتى النساء ما شاء الله رغم الابطار هما كيمشيو. قلت لكم انا اللي برسني هو دابا الشتا كتصب لي على التليفون ما عرفتش شنو غندير. الشتا غادي نمشي نحاول نتخبى ليه لانه كيف ما قلت غادي نتخبى هنا على التليفون ماشي عليا انا. عما انا حنا خدمتنا هي هادي، حنا خدمتنا على التليفون. دابا نهضر معكم على خاطري دابا. اذا هذه هي الاجواء كما قلت لكم، ها هي اجواء رائعه. وانت شوف واحد الزاويه اخرى عاوتاني، شوف 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 هذه زاويه اخرى المسجد الحسن الثاني مع السماء سبحان الله مكحله. شوف شو اللون، اللون ديال السماء فهمت. هاد اللون هذا ماشي هو هاد اللون، شوف هاد اللون ماشي هو هاد اللون، هذا كيبين على انه خويا خالد جاوبتو، تحية ليك من مونتريال بكندا. شكرا خويا كمال، اذا خويا كمال كيتكلم معنا من مونتريال بكندا، تحية ليك خويا، تحية ليك خويا كمال، وتحية للجالية المغربية المتواجدة بكندا وكل ديار المهجر. الله يجيبكم على خير، الله يوفقكم، الله يرزقكم الذرية الصالحة إن شاء الله. أكيد كتشرفونا وكتمثلوا المغرب أحسن تمثيل، كتحاولوا دائما أنكم تخلوا ديك الصورة الجميلة على المواطن المغربي انها تطبع في اذهان هذوك البلدان اللي كتكونوا فيها. تحيه ليك، تحيه ليك خويا كمال، وشكرا ليك خويا، شكرا شكرا ليك خويا كمال، وشكرا على التفاعل. حيت خويا كمال كاين بعض الناس الله يهديهم ما كيلقى ما يدير، كيقول لك اشنو غنستافد انا درتي ليا مثلا هذا اللايف. لا انت ما استفدتيش، كاين ناس اخرين استافدوا. او اخونا كمال كيهضر معنا من كندا، حين لي واحد الذكريات ديال 9 سنين ما شافهاش، واش هذه ماشي مساله ايجابيه؟ اولا خصني مثلا حتى نرضي الاذواق ديال واحد انسان عاد نكون عند الذوق ديالو عاد يقول لي لا شيء. لا حنا راه هذه قناه الشعب، قناه الشعب كتنقل لك اي حاجه تقدر واحد اخر كتبان ليه تافهه، ولكن واحد الناس اخرين لا ماشي تافهه عندهم، لا واحد الناس اخرين كيتمتعوا وكيستمتعوا وكي
كيحسوا براسهم بحال عايشين هذيك اللحظه في هذيك المكان في هذيك البلاصه. اذا هذا الشيء علاش كنقولوا حنا قناه الشعب ما كتديرش حاجه خاويه، كديرش حاجه خاويه. ملي كنديروا شي حاجه فاحنا الحمد لله كنحاولوا اننا نستهدفوا واحد الشريحه معينه، رغم شي تكون تشوفني مثلا غير 20 تشوفني غير 15، وهذيك ال 15 فيها واحد 10 او واحد 7 اللي عجبهم داك المباشر وعشتي معاهم ديك اللحظات الجميله ورديتيهم واحد الذكريات ورديتي. ماشي كما قلنا انه بصر انه يكون في مدينه الدار البيضاء ويكون واحد المسجد حسن الثاني، لا راه كنتكلموا على الناس راه العالم تبارك الله راه شحال المساحه ديالو وشحال ديال السكان ما شاء الله. وغنتكلموا حنا على الجاليه المغربيه اللي كنتكلموا عليها والجاليه العربيه اللي كتفهم اللغه العربيه اللي كتكلموا بها. فتحيه لكل المغاربه خارج ارض الوطن فين ما كانوا. خويا كمال قال لك مرحبا خويا كمال، نشوف شكون الاخر باقي ما جاوبتوش. ياسين الودادي عليكم السلام ورحمه الله خويا وبركاته، عليكم السلام. بلاتي رمضاني شيماء تحياتي لك انت خويا اللي كتنقل لينا كنشوفوا هاد الجو جميل الله يثبت ازفوها. اختي شيماء احنا في الله كنتكلموا عليه الله يثبت لنا وليك الاجر. اختي شيماء كنشكرك بزاف على هاد الدعاء الجميل في هاد الصباح هذا، وهادشي اللي كيما قلنا كيزيد يشجعنا وما كنتلفتوش ورانا، كنبقاو غادي الحمد لله اكيد بتعاليم ديال الاداره. احنا كيما قلنا احنا دائما متصدقين بالاعراض ديالنا في سبيل الله وفي سبيل اننا ننشروا وننقلوا الصوت والصوره للمشاهد الكريم ديال قناه شوف تيفي. فشكرا لك اختي شيماء وشكرا على الدعاء الجميل في هذا الصباح هذا، هادشي اللي بغينا اختي. شكرا لك بزاف. نشوف لو نكون نسيت شي واحد ما جاوبتوش، لا حيت باش ما ننساش شي واحد يسحبني ما بغيتش نهضر معاه. بالعكس رمضان شيماء لا راه قريت اختي شيماء، راه واقيلا على داك الكومونت اللي دويتي معايا فيه دعيتي معايا اختي شيماء. الا كان اختي جاوبيني اختي شيماء هو داك الكومونت اللي دويتي عليه راه قريتو اختي شيماء. وشكرا لك اختي شيماء الرمضاني، شكرا لك بزاف بزاف بزاف. خويا كمال قالك الله يهديهم، على دوك الناس اللي تكلمنا عليهم اخويا كمال ديال كيقول لك اشنو الهدف تنقل لي مثلا هذا الشيء اشنو غنستافد. شكرا لك خويا كمال، سير على الله سير الله يسهل عليك هذا الشيء زوين. بارك الله فيك خويا كمال، بارك الله فيك، شكرا لك. وكنحيوك مره اخرى وكنحيو من خلالك الجاليه المغربيه المتواجده في كندا وفي مونتريال بالضبط فين كيتواجد خونا كمال. كل المدن الكنديه كاينه تورنتو كاين كنعرفوا كاين العديد من المدن في كندا اللي كيتواجدوا فيها المغاربه الحمد لله اللي كيشرفونا و يعني معروفين المغاربه ما شاء الله. كيمشيو لشي بلاصه كيخلوا بسمه، هذا هو الجميل في المغربي. المغربي ديما كيكون سفير ديال البلد ديالو في بلدان المهجر. كاينه واحد الحالات نشاز كما كنقولوا بعض الحالات اللي بحال مثلا عندنا حنا دابا هنا كيجيو بعض الاجانب ما كيخلوش واحد الصوره طيبه على البلدان ديالهم، مع العلم اننا ما خصناش نديروا السمك كله في سله واحده. ما نحكموش على الناس من خلال واحد الشخص دار واحد اقترف واحد الجرم او دار شي حاجه نحكموا عليه، مثلا نحكموا على الدوله ديالو كامله. بحال مثلا نعطوا مثلا على سبيل الذكر للحصر هاد المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء اللي كنقول لهم مرحبا بكم وكنحييهم وكنقول لهم راكم في بلادكم الثاني. يعني في بعض الممارسات كيديروها فكنديروا حنا السمك كله في سله واحده وكنقولوا هادي وهادي وهادي، راه حتى حنا حتى اي في اي فيما مشيتي حجر وطوب. حتى حنا مثلا كاينين بعض الحالات اللي كيعطوا واحد الصوره سيئه مثلا في بلدان المهجر، غادي ناخذ على سبيل المثال ايطاليا، غادي كتلقى بعض يا اما كيمشي يدير الخطف واما كيمشي يدير شي حاجه او يعني كيعطي واحد الصوره سيئه. قلت لك كندوي معاك بولونيا راديه نجي نتصل بيك، بغيت ندير واحد لايف خويا نهارك مبروك بون ويكاند خويا بدايه اسبوع موفقه يا ربي. مرحبا اختي شيماء.
مرحبا اختي العزيزه. اكيد شوفي اختي شيماء، مرحبا، راه كاين الرقم ديال الاداره عبر الصفحه الرسميه ديال قناه الشعب، قناه شوف تيفي، كاين الرقم او الميسنجر تواصلي من خلاله اختي شيماء. اكيد غتلقاي الخدمه موجوده 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام. مرحبا بك اختي، ومرحبا بالجميع، جميع كل الناس اللي كيتيقوا فينا وكل الناس اللي كيشاهدونا، مرحبا بالجميع، حتى الناس اللي ما كيتيقوش فينا وحتى الناس اللي كيعاتبونا في بعض الاحيان، فكنقول لهم مرحبا بكم واهلا وسهلا. واكيد واحد اليوم من الايام غادي تجي وغتوقف على قناه الشعب، قناه شوف تيفي، وغتبدل الراي ديالك وغتبدل الفكره ديالك، لانه اكيد كاينين اعداء النجاح اللي كيحاولوا انهم يحطموا الصوره ديالك او يعطوا واحد الصوره سيئه عليك امام الناس. ولكن اكيد ملي كتجي كتعامل بحال واحد الشخص كيعطوك عليك يقولك عندك حد من هذه او حد من هذا او هذا، ولكن اللي كتعامل معاه هذا كتلقاه احسن واطيب خلق الله، كتولي تقول واش هذا هو السيد اللي دواولي عليه. اذا هنا كاينين كما كنقولوا اعداء النجاح، فالله يهدي الجميع. مرحبا اختي شيماء، مرحبا، مرحبا اختي شيماء، مرحبا، مرحبا والف مرحبا اختي العزيزه، مرحبا، صباحك مبروك اختي. اذا كيف ما قلت لكم باش ما نطولش عليكم، وصلنا في 16 دقيقه، نعاودوا نتلاقاو معكم ان شاء الله في بث مباشر اخر من زاويه معالجه اخرى. كنعرفوا بان مدينه الدار البيضاء بحر، بحر ما شاء الله، ارمت الدور وارمت. اذا على هذه الاجواء الجميله، وكنعتذر لما جاوبت شي واحد، راه فقط ما شفتش تعليق، لانه كما قلت التليفون سرد، وملي كنبغي نقلب شي كتبه اولا نزومي يديا ساردين، يعني كاين دوك النقاط في التليفون غتكونوا تفهمتوا، كنتمنى تكونوا تفهمتوا، كاين دوك النقاط ساردين ملي كديرها ما كتشدش لك مع الماء. هادشي علاش الا ما شفتش شي كومونتير فكنعتذر، كنطلب السماحه من خوتي وخواتاتي اللي كانوا كيشاهدوا فينا وتفاعلوا معنا. تحيه للناس كلهم تفاعلوا معنا، وحتى الناس اللي ما تفاعلوش معنا غير شافونا، تحيه لهم، صباحكم مبروك باش ما تمنيتو، الى اللقاء.